نروح نمر للحلقه اللي بعد كده. هنا بنشوف سمير جمال المتميز، نشوف هنا على طول سمير جمال اشاره وتكنيك وبيشير على المخالفه، وهنا بنقول هو اقرب للمخالفه من حكم وراه، وبالتالي ولكن هنا كان في توافق وكان في تعاون نموذجي ما بين حكم مساعد رقم واحد وحكم المباراه. مخالفه واضحه والاشاره بتكنيك صحيح لسمير جمال. نمر ونروح للحاله اللي بعد كده. نشوف هنا حاله من الحالات المهمه جدا، محمد عبد المجيد مش بس بنجيب التسلل لكابتن علاء، ولكن بنجيب احيانا استمرار اللعب للحكم مساعد، ما هو ده تميز برضك. شوف هنا محمد مجيد الحكم المساعد رقم الثاني، نشوف نمر نشوف هي الكره راحت لمين. هرجع تاني معلش، حاله من حالات التميز للحكم محمد مجيد، يعني هنا بنشوف اخر مدافع هنا اصفر، وهنا لاعب نادي الاهلي هنا في موقف سليم، ولكن حاله من الحالات الصعبه اللي المساعد رقم اثنين محمد مجيد اشار باستمرار اللعب، وبالتالي هنا بقول عن ان هو تميز في هذه الحاله. نخلي الكره تمشي ونشوف هو هنا الحكم مساعد اشار باستمراريه اللعب، وكان ممكن هنا يعني يجي هدف. حكم مساعد تاني مش مركز ومش عنده التمركز الصحيح، كان ممكن يشير على هذه المخالفه بالتسلل. نمر ونروح للحاله اللي بعد كده. هدف نفس الشيء، سمير جمال بشيد بيه. حاله مش صعبه قوي، ولكن بعد الحاله الاولى هو هنا التركيز موجود والهدف صحيح 100% نتيجه عدم وجود مخالفه التسلل. نشوف هنا تدخل احمر وتدخل اصفر، ولكن هذا كان تركيز سمير جمال في هذه اللعبه، كان تركيز سمير. نمشي ونشوف كره تروح وبعدين ترتطم بالحارس، ثم كهربا بيسجل الهدف الصحيح لنادي الاهلي. نمر ونروح للحاله اللي بعد كده، نشوف حاله من الحالات المهمه ايضا. هنا قرار نقف هنا ونشوف هنا الحكم، لازم انا اقف واقول للحكام هو ده الحكم، هو ده الحكم النهارده. نرجع ونشوف التوقع والقراءه، شوف هنا حاله من الحالات المهمه جدا جدا جدا. ستوب، ابراهيم فين يا كابتن؟ هنا قريب قريب وعنده الزاويه الرائعه. خلي بالك كان ممكن تبقى اللعبه دي جوه، وكان ممكن الفار هنا مش موجود، ولكن هنا ده الشغل بيقول الحكام دايما اشتغل على نفسك وخلي بالك ويكون عندك توقع تبقى متواجد. نروح للحاله ونشوف هل هي من خارج منطقه الجزاء ولا من داخل منطقه الجزاء. نشوف هنا الرجل هنا كانت خارج منطقه الجزاء، هو لا يتردد في احتساب المخالفه من خارج، واعتقد ان الفار اكد معاه هنا الرجل خرجت خارج منطقه الجزاء، وبالتالي هنا المخالفه من خارج منطقه الجزاء. بشيد بقرار ابراهيم في التوقع في هذه الحاله. نمر ونروح للحاله اللي بعد كده، ايضا حاله من الحالات مهمه جدا جدا، ونشوف الراجل جاي. كره هنا سابقه ولا اللاعب اللي سابق؟ كابتن علاء، حاله مهمه جدا محتاجه التركيز، وده اللي بيقوله دايما المساعد. هنا الاول حاله من الحالات الصعبه عند سمير جمال المتميز. نشوف لحظه التمرير هنلاقي هنا الموقف، اللاعب جاي من تحت سليم، نمشي ونمر سليم تماما تماما تماما، ثم فوجئ باللعبه الثانيه سمير جمال اللي هنا الكره سبقت اللاعب المهاجم. تميز للحكم المساعد رقم واحد سمير جمال في هذه الحاله، وبالتالي هنا هدف ايضا صحيح نتيجه التركيز واليقظه من الحكم المساعد الثاني.